السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو تاع اليوم درتو ماشي على خاطر تاع نصائح ولا على خاطر باش نحكي لكم على رمضان ولا لا، على ما قدرني غايب، ولكن سمحوا لي كان عندي ظروف هذو الايام تاع بها ما قعدتش. بصح الفيديو تاع اليوم حبيت نشارك فيه حكاية صارت لي. نتمنى الحكاية هذيك نشاركها، نتمنى بلي الهدف تاعها يقدر يسمح لبزاف ناس باش يتفاداو يطيحوا في مواقف كيما هادو، والحاجة الثانية يتعلموا كيفاش يتعاملوا مع مواقف كيما هادو، والثالثة هو أنو الناس اللي يديروا عفايس اللي يلحقوا الناس يطيحوا في مواقف كيما هادو نتمنى يراجعوا نفوسهم باش ما يعاودوش يطيحوا الناس في نفس المواقف. وشنا الحكاية هذه؟ في اليوم تاع 13 جانفي 2022 رحت أنا مع الزوجة تاعي لا كلينيك الأزهر، واني نسيتي في الاسم، كلينيك الازهر مركز الامومه والطفوله. رحنا باش نديرو كونترول تاعها وباش نشوفو اسكو راح تزيد ولا لا، كانت حامل كانت راح تجيب طفل. شافها جينيكولوج ديكلونشاها بمعنى دار حاجات اللي نديروهم باش المراه تبدا تولد، بدا المخاط تاعها يعني بدا لو طرافاي تاعها. ومن بعد انا ديسيدي بالهوسبيتاليزي خلاص ما بلي راح تزيد. دخلت لوبيتال لبست لا كاميزول حطت لو بلوك وداروا او ميم طون تيست انتيجينيك، تيست انتيجينيك تاع كوفيد. المرا راهي لداخل بدات لو طرافاي تاعها وكانوا معاها لي ساج فام وكلش، خرج تيست انتيجينيك بوزيتيف. الجينيكو هو قال بلي حاول مع الديريكتريس ولا الديريكتور ولا المهم المسؤول على المؤسسة، بصح المسؤول تاع المؤسسة أصر وخرجوها كيما كانت هكذاك بالترافاي تاعها في وسط المخاط خرجوها وبدلت حوايجها وهي بستر، وخرجنا من الكلينيك وهي بستر، وحوسنا في سبيطارات واحد اخرين مع الاولى عم تنلقينا بلاصه ومن بعد ما لقيناش وهي بستر، وبعد بقينا حتى لقينا بلاصه بالسيف في بليده. وكي رحنا وكان كانت الظروف شويه يعني بلا ما ندخلوا في الديتاي، ليسونسيال اخرتها هي 12 ساعه تاع مخاط اللي خلاصوا بسيزارين. انا السؤال اللي نطرحه هنايا، إذا كان نتوما ككلينيك وكعيادات تقول بلي حنا كلينيك بريفي وزعما نحاولوا نمدوا الراحه للمريض وما الى ذلك، على بها كي يجينا واحد لو كان نلقاو عنده زعما كوفيد لازم نخرجوه باش ما نعدوش مرضى واحد اخرين. الحاجه الاولى ما كانش كاين اعراض. الحاجه الثانيه المراه دخلت وراح تزيد، كيفاش تقدر نتايا مراه راهي في خضم المخاط تخرجها وتحاوزها؟ الا راك تقول بلي نتايا راك تمد حاجه تاع لوكس، زعما اللوكس با هو معناتها الراحه النفسيه، والراحه النفسيه تكون لما تكون الظروف قاسيه بزاف ماشي لما تكون نورمال. الحاجه الثانيه اللي حبيت ناكد عليها وهذه نصيحه لخاوتي المرضى، كي تكون في موقف كما اللي كنت فيه انايا، كي تشوف بلي الحاجه راه يديرها اللي راه مقابلك حاجه غير انسانيه وماهيش نورمال، ما تتعداش على الناس، ما تزيدش الكلام اللفظي، ما تقولش كلام زايد، ندير حتى حاجه. بصح كاينه حاجه ما تخرجش، ما ديش الغلطه اللي درناها حنايا، ما تخرجش. قالك اخرج، قولو خرجني، انا ما نخرجش، خرجني. لو كانت صرا حاجه لا قدر الله راح تولي عنده اينو اسيستونس ا اون بيرسون ان دونجي، واش معناتها؟ معناتها عدم اعانه شخص في موقف حرج، في موقف خطير، يعني فيها بزاف عواقب جزائيه. ومام هذه والصرا فيها عواقب جزائيه، وعندي الدليل يعني تاع كيفاش دخلنا، والدليل تاع لوسبيتاليزاسيون، والدليل تاع كلش. صراحه كي تمر على موقف كيما هذا والله غير تلف لك واش دير. بصح انا درت هذه لا فيديو باش نقول بكل بساطه للناس اللي بالك اللي ما عبالهمش اللي يقول لهم احنا كلينيك دو لوكس جون سي با، انا نقول لكم حاجه، كلينيك دو لوكس اللي سونسي اتر dans le service du confort du patient. Ou Covid, ماشي Covid, اي حاجه واحده اخرى كاين دي moyens de protection، كاين دي moyens d'isolement. يخي قلتو بلي سي دي شومبر انديفيديوال، دونك شومبر انديفيديوال كاين لي moyens تاعها.
والسلام عليكم ورحمه الله. والله ما على بالي اللي راح ندير بلان ما نديرش، ما زلنا كي انا كي زوجة تاعي ما زلنا في التخمام تاع، ما زلنا في الصدمه. ونتمنى قاع يقدروا يلقاو حلول. والسلام عليكم ورحمه الله.